السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. إن شاء الله في الفيديو هنتعرف على مفهوم حاجة اسمها الفريم ورك، وإزاي أنت تعمل فريم ورك خاص بيك أنت تستخدمه على طول في مشاريعك. طيب، أول حاجة يعني إيه فريم ورك؟ ببساطة شديدة جدا الترجمة الحرفية زي ما بيقولوا هو إطار عمل. يعني إيه؟ يعني هو حاجة فايل موجود فيه أكواد كتير، فايل موجود فيه أكواد كتير انت هتستخدمه في مشروعك. ليه؟ عشان يسهل لك مشروعك ويقلل لك الوقت اللي انت كنت بتعمل فيه المشروع بتاعك. يعني انت مثلا كواحد دلوقتي عارف مثلا HTML و CSS و JavaScript، على طول مثلا لما تيجي تعمل موقع مثلا بتعمل حاجات ستاندرد، يعني حاجات على طول بتكررها كل مرة. قال لك طب ليه انت بقى الحاجات اللي انت بتكررها كل مرة ده ليه ما تعملهاش في فايل وعلى طول تستخدمها على طول في مشروعك؟ الفايل اللي انت عملته ده اسمه فريم ورك. هو حاجة على طول فيها اكواد انت بتستخدمها عشان يسهل عليك الامر بتاعك في المشروع بتاعك. مثال البوتستراب ده فريم ورك انت بتستخدمه ليه؟ عشان يسهل لك شغلك، وبتستدعي منه شويه كلاسات. هو عباره عن سي اس اس وشويه جافا سكريبت. انت بتستخدمهم فين؟ في الموقع بتاعك. ليه؟ عشان يسهل لك شغلك وعشان يعمل لك الشغل بتاعك اللي هو ريسبونسيف وهكذا. في فريم ورك تاني حاجه اسمها الماتيريالايز، حاجه اسمها الفاونديشن، في كذا فريم ورك. يبقى ببساطه الفريم ورك هو عباره عن اطار عمل فيه شويه اكواد بستخدم انت بتستخدمه. ليه بتستخدمه؟ عشان يسهل لك شغلك ويقلل لك الوقت اللي انت بتعمل فيه الموقع بتاعك. ده ببساطه شديده جدا. طيب حلو، ازاي بقى اعمل فريم ورك خاص بيا؟ ببساطه مين اللي عمل البوتستراب؟ واحد كان عمله، يعني هو لقى حاجه مشهوره، يعني لقى حاجه ان هي بتتكرر كتير، فهو عمل حاجه ثابته كله بيستخدمه عشان يعمل مثلا موقع ريسبونسيف يكون شغال على كل الشاشات. انت نفس الكلام، انت من كتر المواقع اللي انت عمال تعملها لقيت حاجات بتستخدم حاجات على طول ثابته، طب ليه ما اعملش فايل خاص بيا ده على طول استخدمه عشان ايه؟ عشان اقلل الوقت بتاعي. فالفايل ده بنسميه الفريم ورك. ببساطه دلوقتي مثلا انت عامل ديف في الموقع بتاعك، ومثلا وعامل باراجراف او هيدنج H1 اهو، وانت عامل هنا باراجراف مثلا this is مثلا ديف، وهنا مثلا هيدنج هكتب كلمه هيدنج، واعمل مثلا باراجراف مثلا معين واكتب هنا باراجراف. حلو، وانت على طول متعود مثلا ان في كلر ثابت انت بتمشي عليه على طول في كل مواقعك، فخلاص انت ما تيجي تعمل هنا فايل بقى سي اس اس خاص بيك انت، خاص بيك. وليكن مثلا نعمل هنا نيو فايل نسميه مثلا ماي فريم ورك دوت سي اس اس، وهاجي اربطه هنا، ده الفريم ورك الخاص بيك انت. لينك ريل ستايل شيت طبعا، والهشرف ماي فريم ورك دوت سي اس اس. طيب في ايه؟ على سبيل المثال مثلا في المين كلر بتاعك، كلاس اسمه المين كلر، هنوحد مثلا الكلر. انت بتستخدم على طول الكلر الموحد في الموقع بتاعك وليكن اف 50 لون البرتقال. طيب حلو، ده كلاس انت هتستخدمه على طول، فانت خلاص عامل فريم ورك خاص بيك. وليكن هنعمل هنا كومنت كده نكتب فريم ورك مثلا كده، ده الفريم ورك الخاص بيك انت. مثلا عامل كلاس اسمه مين كلر، خلاص تروح بقى ال HTML. لو جينا رنينا كده هنيجي نشوف مجرد بس الايه الشكل بتاع، عامل زوم اهو، عامل ديف وعامل هيدنج وعامل باراجراف. خلاص انت عندك ايه؟ انت مثلا عايز تعمل الديف والهيد الباراجراف ده ياخدوا المين كلر بتاعك. فببساطه بتيجي هنا تقول الكلاس، تنده بقى على الكلاس اللي انت عامله في الفريم ورك الخاص بيك اسمه ايه؟ اسمه مين كلر. فاول ما تيجي تسيف وتعمل، ما سيفناش هنا اهو، هنسيف اهو، وتيجي تروح تعمل ريفرش فعلا هيتلون باللون البرتقالي على طول. ده ليه؟ عشان انت خلاص عامل حاجه ثابته ليك. هنا مثلا عامل مين كلر، عامل مثلا وليكن هنعمل كلاس تاني اسمه سيكشن على سبيل المثال مثلا سيكشن بادنج، اللي هو انت لما تيجي الناس اللي بتعمل مواقع كتير بتكون مثلا عندها سيكشن، ديفات مثلا مقسمه الموقع بتاعها، والديف مثلا يكون واخد بادنج من الطب وبادنج من البوتوم، فبيعملها على طول في كل السكاشن. طب وانا اقعد اعمل كل ده ليه؟ خلاص اعمل حاجه ثابته اللي هو مثلا اسمه سيكشن بادنج، واقول له ده بياخد بادنج مثلا من الطب وليكن 20 بكسل، ونفس الكلام بياخد بادنج من البوتوم. ممكن طبعا نوحدهم في سطر واحد عادي، فكره بس بقول لك الفريم ورك وامثله عليه. عاملين مثلا سيكشن بادنج ياخد بادنج من التوب 20 وبادنج من البوتوم ايه برده 20. فخلاص انت مثلا لو عامل هنا مثلا وليكن ديف ده وادينا له مثلا هندي له باك جراوند، نيجي لنا نحدد بقى مش الفريم ورك العادي، الصفحه بتاعتي الديفولت مثلا نسميه ديفولت، الستايل الديفولت بتاعي
هنعمل مثلا ديف، هقول له انت الويدث بتاعك وليكن 200 بكسل، والهاي برضو 200 بكسل، وادي له باك جراوند عشان يظهر باك جراوند لون زي اللون الاخضر. هسيف واعمل ريفرش. تمام، ادي الديف بتاعي. انت على سبيل المثال بتعمل بادنج على طول، هناخد هنخليه 100% احسن، الويتس بتاعه ما ادروش ويتس، فهو هياخد 100% اوتوماتيك اهو. انت على طول اوتوماتيك عارف انه مثلا بياخد بادنج من التوب وبادنج من البوتوم، فخلاص هتروح تضيف له الكلاس اللي انت عامله في الفريم ورك الخاص بيك اللي هو اسمه ايه، اسمه سيكشن بادنج. خلاص جنبه هنا كده تدي له سيكشن بادنج، فهو اوتوماتيك هيعمل بادنج من التوب وبادنج من البوتوم، فعلا الديف بتاعي زاد. طيب حلو، انت مثلا عايز تعمل اطار خاص بيك اللي هو البوردر، فخلاص تيجي مثلا تعمل هنا كلاس اسمه وليكن بوردر توب، وده بياخد بس من البوردر توب، سمي اسم انت عنده، بس الفكره تسمي اسم يدل على المعنى يعني. واقول له هنا مثلا بوردر من مجرد بس بوردر من التوب، هياخد مثلا 2 بكسل سوليد اللون مثلا اللي هو اللون الاحمر على سبيل المثال. وانت مثلا عندك باراجراف هنا، انا عايز اعمل الباراجراف ده يكون ليه بوردر من التوب على سبيل المثال يعني، فخلاص قول له كلاس هنا انت عندك كلاس انت بتستخدمه على طول في الفريم ورك اسمه بوردر توب، وتسيف هتلاقي فعلا عمل لك بوردر توب باللون اللي هو اللون الاحمر. يبقى ببساطه انت من كتر شغلك في المواقع لقيت حاجات ثابته، الكلر مثلا، البادنج، بتعمل مارجن على طول، بتعمل مثلا اللي هي بوكس سايزنج، الشغل ده كله خلاص انت اعمل حاجه خاصه بيك، فريم ورك خاص بيك، ستايل خاص بيك، استخدمها على طول في المواقع اكنك عامل حاجه زي البوست تراب كده يعني، حاجه بسيطه جدا يعني. كمان الديفولت ده طبعا يكون يفضل طبعا ما يكونش مع الفريم ورك الخاص بيك، يكون في سايل اللي هو الملف بتاعك اللي احنا بنسميه على طول، لو عملنا هنا ستايل دوت سي اس اس، تاخد الديفولت بتاعك كله في الستايل دوت سي اس اس العادي الطبيعي بتاعك اللي هو فيه كل حاجه اللي انت عايزها. لكن الحاجه اللي انت بتستخدمها بشكل شائع ده يعتبر اسمه الفريم ورك، فبتعمل فايل ليه خاص بيه، مش لازم يعني تعمل كده، بس ورك يعني الطريقه الافضل يعني كل حاجه خاصه بيها، بحيث لما يجي حد يستلم المشروع منك ده الفريم ورك اللي مستخدمه، ده الستايل العادي الطبيعي، فيفهم الدنيا كلها بدل ما يكون كله حاطه كله فايل واحد. هنا مثلا الديفولت، فانا طبعا لازم اعمل انكلود لللينك ده، اعمل هنا كنترول دي اهو، واقول له الستايل بتاعك عشان يكون كله معايا كل ملفات السي اس اس، هسيف اهو، في اي تغيير مفيش اي حاجه. يبقى نيجي ننهي الدرس بقى الخلاصه، الفريم ورك عباره عن ايه؟ عباره عن اطار في شويه اكواد انت بتستخدمه عشان يسهل لك الشغل بتاعك. اعمل اطار عامل ازاي؟ ببساطه انت بتكرر على طول حاجات في المواقع بتاعك اللي انت بتعملها، فخلاص الحاجات المكرره اللي انت بتعملها اعمل لها فايل خاص بيها واكتبها كلها، ووقت ما تيجي تعمل موقع فخلاص استدعي بقى الفايل اللي انت كتبته اتعودت عليه ده، فهتلاقي الدنيا كلها بقت اسرع من كل مره تعمل نفس الحاجات اللي بتعملها في كل مشروع. اتمنى يكون الفيديو واضح، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.